السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين الكرام، ننتقل وإياكم في حلقة جديدة عبر برنامجنا الوطني إنجازات وطنية عبر شاشة قناة جوسات الفضائي الأردني. وضيفنا لهذه الحلقة سعادة رجل الأعمال السيد علي شريف الحايك، صاحب محطة الحايك في محافظة الزرقاء، ثاني محافظة في الأردن. سيد علي الحايك، مرحب فيك برنامجنا الوطني، نحكي لك مساء الخير بداية. أنا مساء النور إن شاء الله. سيد علي، أكيد أنت أشهر من أن تعرف في هذه المحطة العريقة والمرموقة في محافظة الزرقاء. حابين نعرف السادة المشاهدين بداية، من هو السيد علي الحايك؟ علي شريف الحايك، صاحب محطة مياه الحايك في الزرقاء. نعم. سيد علي، نتحدث الآن عن تأسيس هذه المحطة، متى تأسست هذه المحطة؟ تأسست في حوالي يعني سنة 2012. نتحدث الآن عن خدمات هذه المحطة، ما هو المقصود بتحلية وتنقية المياه؟ تنقية المياه يعني بتمر أكثر من مرحلة عنا، يعني في خلال تعقيمها. نعم. من يعني بشكل عام نتحدث عن مراحل هذه المحطة. في تتنقي من الشوائب. نعم. والكربون هذا الكربون. نعم. يعني بشكل عام نتحدث عن عدد المراحل في هذه المحطة، نتحدث أيضا عن عدد الفلاتر. أيضا في بتجيها أكثر من مرحلة، يعني في حوالي يمكن 7-8 مراحل بتجيها. نعم. لما تمر، لما تصل لآخر إشي اللي هو خزان تجميع المياه المعالجة. جميل. شو بتتميز هذه المحطة عن محطات أخرى، محترام لجميع المحطات في الأردن وفي محطة الزرقاء؟ يعني خاصة المحطات هي لازم تتميز بالنظافة وخدمة سريعة للمواطنين. نعم. والمي تكون نظيفة كمان. أكيد. صحيح. كيف ترى إقبال هذه المواطنين، إقبال المواطنين في هذه المنطقة، منطقة الزرقاء شارع الجزائر؟ والله لأنها منطقة شعبية، يعني في مش كل الأيام تكون يعني قوية، خاصة في الشتوية احنا الحركة خفيفة عليها، يعني مش زي الصيف فيها حركة بكون. أكيد. نعم. يعني كيف ترى تطور هذا القطاع، قطاع المحطات في الأردن، هل هي متطورة بالشكل الملحوظ؟ والله متطور بشكل كبير، يعني محطات كثيرة بتفتح في خاصة في الزرقاء لأنها مدينة كبيرة، يعني ثاني محافظة بعد عمان. أكيد. بتواجه أي مشاكل أو معوقات تواجه هذا القطاع؟ والله مشاكل بس من يعني بنقول بجوز الضرائب، يعني صار يعني على القارمات صار ضريبة جديدة يعني إضافية. يعني شو تحب توجه رسالة لحل هذه المشاكل عبر هذه الشاشة؟ والله أنا بفضل يدعموا المشاريع زي هيك أساس، يعني يقدروا يعني يشتغلوا ويقدر الناس يجي يشتغل في هالمحطات هاي. أكيد. إحنا نوجه نداء للجهات المعنية لحل هذه المشاكل، الضرائب، الكل بيعاني من الضرائب في كل شتى محافظات هذه المملكة. إن شاء الله بنحل هذه المشكلة إن شاء الله، برنامج مستقبل إن شاء الله. يعني سيد علي، ما هي الطموحات ورأي المستقبلي بعد حل هذه المشاكل؟ يعني ممكن تتوسعوا تفتحوا محطة أخرى، تتوسعوا هذه المحطة يصير عندكم مصنع كاسات إن شاء الله. والله إذا يعني إذا في دعم من الحكومة، يعني إنه يسهلون الأمور بالنسبة للتراخيص أو يسهلوا علينا بعض الأمور، يعني الضرائب، إن شاء الله واحد بيقدر يعني يفتح مشاريع غير المي مثلا، الشغلات الثانية بتكون. سيد علي، نتحدث عن عدد الكوادر داخل المحطة. ثلاث موظفين. ذات كفاءة، ذات خبرة، وعندهم خبرة في هذا المجال. هل لديكم خدمة التوصيل أيضا داخل هذه المحطة؟ في خدمة التوصيل وداخل المحل، يعني في توزيع للمنازل كمان. يعني نعم، يعني يوجد لديكم مراحل، عدة مراحل، يوجد لديكم أيضا فلترة، يوجد تحلية لتنقية المياه. سيد علي الحايك، شو بتحب توجه رسالة لكل شاب يسعى دائما للتغيير؟ والله أنا بقول لأي شاب إنه يشتغل، ومش يقول ماش لاقي شغل اللي بدي إياها أنا، لأنه الشغل البلد مليان شغل. أكيد أكيد. يعني بضم صوتي لصوتك، من صار على الدرب وصل لكل مجتهد النصيب. سيد علي الحايك، نحن نعيش بمنظومة نعمة أمن وأمان، والحمد لله لنعمة الأمن والأمان. يعني قدر لك في هذه الأيام أن تقبلت مجلة القادر على جلالة الملك عبد الله الثاني بن حسين في ظل هذا القيادة الحكيمة، في ظل هذا القيادة الرشيدة، ماذا ستقول له عبر هذه الشاشة؟ لا جلالة الملك، بدنا نقول له الله يطول عمرك يا ابو حسين، ويخليك لنا ولهالبلد ان شاء الله على طول ان شاء الله. حماة الوطن العيني، السيارات، جهات الامنيه، شو بتوجه لهم رساله؟ الله يعطيهم العافيه، وكلنا جنود لهذا الوطن.
والله أنا بقول للجهات الأمنية الله يعطيهم العافية على الأمن والأمان في هذا البلد، إنه كل هذا بجهودهم وجهود جلالة الملك. الله يديم نعمة الأمن والأمان على سائر بلاد المسلمين ما دام مجدر الاستقرار ومجدر الاستثمار. سيد علي إن شاء الله تكون سنة خير، شو بتحب توجه رسالة لهذه السنة الجديدة؟ إن شاء الله إنها تكون هي السنة سنة خير وبركة على الجميع، وإن شاء الله السنة الجاية تكون أحسن كمان. إن شاء الله يا رب، إن شاء الله تكون سنة خير. شو حابين نحدد للسادة المشاهدين موقع محطة مياه الحياك، وأيضا لديكم صفحة على الويبسايت أو الفيسبوك ياريت نذكرها. موقع المحطة في الزرقاء الغورية شارع الجزائر. أكيد رقمنا تستدر على الشاشة. وفي نهاية لقاءنا أعزائي المشاهدين الكرام نتقدم الشكر الجزيل للسيد علي الحايك صاحب محطة مياه الحايك في محافظة الزرقاء، ثاني محافظة في مدينة الزرقاء العريقة. نقول لك الله يعطيك العافية سيد علي الحايك، وشكرا لدعمك وجهودك معنا لبرنامجنا الوطني إنجازات وطنية. تسلم، الله يعطيك العافية. راسك بالعالي مرفوع الهامة، انت أكبر أردن يا بلاد.